نشر العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري للقوات المسلحة فيديو بالضربات الجوية ضد 10 عربات للدفع الرباعي الخاصة بالعناصر الإرهابية محملة بكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، وذلك قبل اختراقها الحدود الغربية. وتعاملت القوات الجوية معها وتم تدميرها بالكامل والقضاء على العناصر الموجودة بداخلها. عودة إليك مرة أخرى سيد محمد، كيف يعني ترى سيطرة مصر أكثر على حدودها الغربية الآن ويعني وتأمينها ضد اختراقات الجماعات الإرهابية وتكبيد تلك الجماعات خسائر يعني في القوة والعتاد؟ بصي، الداعش احنا عندنا يعني من حظوظنا يعني إن شاء الله لننتصر عليها قريبا أن عندك فصيلين لداعش، فصيل بي أو الدولة الإسلامية أو أيا كان مسمى في سيناء وفي الحدود الغربية، وفي اتصال روحي بشكل ما بينهم. احنا احيانا ما بنحسوش، لكن كل الاحداث الاخيره في ما جرى في حادث الواحات وما تلا انك انت في اتصال روحي، في اتصال عمليات. النهارده بتضربي العمليات والعمليه الكبيره في تدمير كل من قاموا، الرئيس قال ان كل الناس اللي اشتركوا في العمليه قتلوا وان في تم اسر عنصر اجنبي. بيبقى في استهداف لسائق الشاحنات التسعه امس فقط. وبالتالي في اتصال روحي، انت لابد ان تعلني وتقدمي كل عمليه كبيره انت بتنتقمي كجيش وبتقدمي عمليات على الارض جيد. ولكن اتمنى الامور تتنظم، واتمنى فيه يبقى فيه نوع من الاختراق التكتيكي اكتر، اتمنى نوع من الحروب السريعه يبقى فيه نوع زي بعض العمليات اللي كانت بتتم على الحدود الدولية في أمريكا، نستفيد من خبرات بعض الدول وخاصة في أمريكا والمكسيك في هذا الشأن. يحل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم ضيفا على منتخب غانا في مباراة قوية للفراعنة في رحلة الإعداد لكأس العالم مساء الأحد ضمن تصفيات المؤهلة لمونديال روسيا، ويعتبر اللقاء تحصيل حاصل، وذلك بعد أن حسم منتخب مصر تأهله لبطولة كأس العالم بعد الفوز على الكونغو. ويبحث الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب تجربة بعض اللاعبين الجدد أبرزهم عمرو مرعي لاعب فريق النجم الساحلي التونسي وشيكابالا وكريم حمد.